مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج خير جليس على قناه فاس تي في ان، برنامج اللي كيستضيف قراء اللي كيتقاسموا معنا كتب قراوها. اليوم غادي نستضيفوا طالب ليس كجميع الطلاب، فهو طالب حافظ لكتاب الله سبحانه وتعالى، وطالب اللي قارئ العديد والكثير من الكتب. هذا الطالب غادي ياخذنا في سفر عبر الزمن الى الاندلس عبر كتاب قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. طالب هو محمد البوكيلي. سيدي محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ بس الحمد لله والسلام. الحمد لله. اليوم جيتي باش تقاسم معنا كتاب قريتي اللي هو قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. إلى السقوط. لكاتب؟ لكاتب راغب السرجاني. راغب السرجاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، سوف أشارككم كتاب الذي درسته الذي هو بعنوان قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط للكاتب راغب السرجاني. ولنبدأ الحديث أولا بالتعريف، أو نبدأ عن راغب السرجاني. فراغب السرجاني هو داعية من الدعاة الإعلاميين بمصر. ولد سنة 1964 بمدينة المحلة بمصر، وهو أيضا من الحفاظ لكتاب الله عز وجل، وهو الآن أستاذ في كلية الطب، أو يعمل في كلية الطب بالقاهرة. فلنبحر بكم في تاريخ العلم والمعرفة، ولنغرف من هذا التاريخ قصة الأندلس. فهذه القصة حري بنا أن نتذكرها وأن نعتبرها، لقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذه القصة بدأت بفتح واحتفال، وانتهت مع أسف بسقوط ونكبة للأمة الإسلامية التي تلتها نكبات وويلات للمسلمين. فهذا المؤلف له مؤلفات تاريخية تصب في هذا الموضوع. أولا له كتاب التتار، وثانيا كتاب التاريخ الإسلامي الذي هو بجزئين، ويتكلم فيه أيضا في الجزء الأول على كذلك على قصة الأندلس. ولنبدأ قصة الأندلس مع أناس تأثروا بكتاب الله عز وجل، وظهر عليهم كتاب الله عز وجل الذي نحن مطالبون بقراءته في هذا الشهر المبارك. ولنوازي بين قراءة القرآن وبين قراءة كتب التاريخ. فلماذا نوازي بين هذين الكتابين، الذي هو كتاب الله عز وجل وقراءة التاريخ؟ فأولا نتدبر ونتدارس كتاب الله عز وجل، ثم نرى بأعيننا أثر القرآن الكريم في رجال الذي قال فيهم الله عز وجل: رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فهؤلاء الرجال مثل موسى بن نصير وطارق بن زياد الذين تم الفتح على يديهم. ولنعود بكم أدراجا إلى التاريخ، إلى تاريخ سنة 92 للهجرة، الذي كان فيها أول محاولة لفتح الأندلس، كانت عبر إرسال طريف بن مالك لسرب ولتجول ولمعرفة محيط شبه الجزيرة الإيبيرية التي تضم إسبانيا والبرتغال حاليا. وهذا هو موقع الأندلس عموما. فلنبدأ أولا بالحديث عن مخطط الكتاب. فالكتاب بدأه الكاتب راغب السرجاني بالحديث أولا عن شبه الجزيرة الإيبيرية والديانات التي كانت توجد بها وما إلى ذلك من الأشياء، وبين لنا فيها الموقع الجغرافي والأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأوضاع التي كانت بها الأندلس قبل مجيء الإسلام. ثم
قسم ثم قسم مرحلة الإسلام في الأندلس إلى 12 مرحلة، بدأت أولا بالفتح ثم انتهت بالسقوط. فالفتح بدأ مع موسى بن نصير وطارق بن زياد اللذين توجها من طنجة إلى الجزيرة الخضراء عبر إعانة من أمير سبتة الذي مدهم بسفن ليعبروا بها البحر الأبيض المتوسط صوب إسبانيا أو صوب الجزيرة الخضراء. فواجهوا مواجهات عديدة من طرف النصارى المسيحيين الذين كانوا يتواجدون بالأندلس وعلى رأسهم لودريق. فكانت هناك حروب ومحاولات لفتح الأندلس التي كانت آخرها معركة وادي برباط أو معركة لكة الذي سميت بالمكان الذي وقعت فيه هذه المعركة، التي كانت هي مهد أو هي تمهيد لفتح الأندلس بعدها. ففي هذه سيدي محمد اسمح لي نقطعك، هنا الفتح ما كانش من أول محاولة، دونك كان عدة محاولات. نعم، فتح الأندلس لم يأتي عبر المحاولة الأولى، فكانت أول المرحلة التي تكلمنا عليها هي مرحلة الاستطلاع التي كانت عن طريق طريف بن مالك، التي توجد جزيرة طريف التي تسمى باسمه. فكانت هناك محاولات ثم رجوع، فلا بد من إذا أردت أن تفتح مدينة أو بلدة فلا بد أن تعرف وأن تعرف محيطها وموقعها لكي لا يفاجئك العدو بشتى المخاطر. هذه المحاولات واش كانت تحت قيادة القائد طارق بن زياد ولا آخر محاولة هي اللي كانت تحت القيادة ديالها؟ فالمحاولات كلها كانت تحت قيادة طارق بن زياد، إلا أن المعركة الأخيرة التي تحدثنا عليها آنفا وهي معركة لكة كانت بمدد من موسى بن النصير، فتمت الإعانة بموسى بن النصير في هذا الفتح. بالنسبة لموسى بن النصير، المشاهدين الكرام نحطهم في الصورة، شنو كان المنصب ديالو في هذاك الوقت؟ منصب كان أميرا في المغرب العربي، في المغرب حدودا، وكان واليا على إفريقيا التي كانت بتونس. فقد ولاه الأمير المسلمين أو الخلافة التي كانت آنذاك هي خلافة الدولة الأموية، التي كان أميرها وخليفتها الوليد بن عبد الملك. فكان واليا على إفريقيا من طرف الوليد بن عبد الملك، فهو الذي انتدب طارق بن زياد لفتح الأندلس. والعجيب في هذا أن موسى بن النصير كان عمره 75 سنة في حين الفتح. فعندما فتح، فسنقفز بكم مرحلة إلى المعرفة هذا الرجل العظيم. فعندما تم له فتح الأندلس فأرسل رسالة إلى الوليد بن عبد الملك يطلب فيها منه الإذن بأن يفتح جميع أوروبا وأن يتوجه إلى القسطنطينية التي كانت هي محط أطماع المسلمين من عهد معاوية بن أبي سفيان. فقد حاول فتحها في ذلك الزمن ثم لم يتم له ذلك، ثم أتى بعده يزيد بن معاوية فأراد أن يفتحها ثانية فلم يكتمل لهم ذلك الفتح. فأراد موسى بن نصير أن يتوجه من الأندلس صوب إيطاليا، صوب اليونان، صوب القسطنطينية التي كانت في تركيا حاليا. فلننظر ولنعتبر بهذا الرجل، فأي الرجال كانوا هؤلاء، من أي طينة كانوا هؤلاء الرجال. ففعلا القرآن يفعل ما لا يفعله غيره. فهذه نبذة عن موسى بن نصير. ولنكمل الحديث عن فتح الأندلس،
فكان فتح الأندلس بمعركة وادي برباط. فهنا حدث أمر، وهو أن المسلمين كانوا مجاهدين في النهار، قوامين في الليل، أو يقومون الليل. فجنود الأدريق كانوا يستطلعون جيوش موسى، جيوش طارق بن زياد. فعندما ذهبوا يستطلعونهم في الليل، وجدوهم قياما. فذهبوا إلى الأدريق فسألهم عن أحوال هذا الجيش، فقالوا له: لا ندري أي الرجال هؤلاء، أهم قوم من أهل الأرض أم نزلوا من السماء؟ فعجيب أمر المسلمين. فلم يتم لهم الفتح بالسلاح والعدة فقط، وإنما تم لهم الفتح كذلك بالجانب الإيمان الذي كان هو الجانب الأقوى والحاضر في فتحهم للأندلس. ثم لنكمل الحديث عن المراحل الاثني عشر التي تلت هذا الفتح العظيم. فهذا الفتح تلته مرحلة أخرى، وهي مرحلة توحيد الدولة الأندلسية تحت يد أمر واحد، بعد الفتح من الاضطرابات التي حصلت في الأندلس. فكان هذا مع عبد الرحمن الداخل الفار من الأمراء العباسيين الذين كانوا يقتلون كل واحد ينتسب إلى بني أمية. فتمت له هذه المرحلة بنجاح، وهي توحيد الدولة الأندلسية. ثم تلتها مراحل أخرى كما يذكر الكاتب، وهي مرحلة التدهور الأول في الأندلس، الذي أعقبه قوة وفتوة مع عبد الرحمن الناصر الذي كان يصول ويجول في أوروبا بدون عائق، حتى أنه حكي عنه أو حكى عنه الكاتب في هذا الكتاب أنه كان يذهب إلى فرنسا مرتين، مرة في الشتاء ومرة في الصيف من أجل الغزو. ثم بعد هذه المرحلة جاءت مرحلة الدولة العامرية، يعني انفصلنا عن الدولة الأموية مباشرة بعد عبد الرحمن الناصر. فتلت الدولة العامرية أيضا تدهور ثاني للأندلس. فتلى هذا التدهور عصر ملوك بني الطوائف، وهذا العصر مشهور بما فيه وما وقع فيه من الفتن للمسلمين. ثم حتى كاد أن يجهز الصليبيون أو المسيحيون على الأندلس. ثم جاءت رحمة الله عز وجل بتواجد الدولة المرابطية على يد يوسف بن تشفين الذي استجاب لنجدة ملك من ملوك بني الطوائف. فوقعت معركة الزلاقة التي كانت بين المسلمين وبين ألفونس السادس، فتغلب فيها يوسف بن تشفين على المسيحيين في هذه الموقعة. ثم تلتها مرحلة أخرى، وهي مرحلة الدولة الموحدية، وكانت فيها معركة الأرك الشهيرة التي قادها أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي. ثم تلتها مرحلة أخرى، وهي مرحلة التدهور الذي كان موذنا بالسقوط بعد معركة العقاب والنكسة التي كانت سببا في هزيمة المسلمين، والتي كانت سببا في مرض المسلمين إن صح هذا التعبير. فأتت بعدها دولة بني الأحمر، وهي المرحلة الأخيرة من فصول هذا الكتاب، دولة بني الأحمر التي انحصرت في غرناطة. فنلاحظ أن هذا الفتح تقوقع مكانه من شموله على إسبانيا والبرتغال إلى انحصاره في غرناطة جنوب إسبانيا فقط.
فصمدت دولة بني الأحمر حوالي 100 سنة أو 200 سنة أو ما يقرب من 200 سنة، ثم استسلمت لزحف المسيحيين، فسلموا الدولة للدولة فسلموا الدولة الأندلسية للمسيحيين سنة 1492 هجرية، بعد 8 قرون قضاها المسلمون في الأندلس. فكان آخر هؤلاء الملوك هو عبد الله الزغل، وعندما سلم غرناطة للمسيحيين وقف يودع ملكه، فقالت له أمه: ابكي مثل النساء على ملك ضاع لم تحافظ عليه مثل الرجال. وأختم حديثي حول هذا الكتاب بقول أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. إلى حيث قال: لمثل هذا يدوب القلب من كبد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي محمد البوكيلي اللي خدنا في رحلة عبر كتاب قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط. بحقيقة رحلة عبر الزمن، رحلة اللي خدناها مع هذا الطالب مع هذا الكتاب. احنا كمغاربة وكمسلمين كنفتخروا بالتاريخ ديالنا. المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس انتصرت في المعركة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع إسبانيا. تنبغي نقول بأن لكل زمان رجال، والمغاربة كيبقاو رجال وشداد عبر الزمان. شكرا، نأتي إلى نهاية حلقة اليوم، وشكرا لمتابعينا الكرام في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم في رعاية الله.